رأي حضرتك في الوضع الحالي وقبل أن المفروض على كده؟ لا انا شايف ان احنا قدام نظام الحقيقه هو مش بس الجامعات، هو بيقفل كل حاجه، وطبعا هيتعامل مع الجامعه بالطريقه دي لانه هو شيء زي ما بقول لك، لان الشباب هم معيار، المعيار الواضح، لانه يقدر اقدر اقيس عليه ترمومتر التوجه اللي بيحصل في ده. اللي بيحصل ان هو اللي بيحصل في الجامعات واغلاق الباب، الابواب الجامعات قدام الناس، واغلاق باب انها تكون معبره عن الناس بشكل حقيقي وانها تتحرر من سلطه السلطه، ده هو رساله خطر عليا ابي بريكه. وانا اظن ان من هنا بدات كل حاجه حصلت. يعني الجامعه دي هي اللي كانت دايما مقدمه اي حاجه بتحصل من اول 35، من قبل 35 وانت جاي، اول انتفاضه 35 36، وبعد كده انتفاضه 46 بتاع الجامعه، وبعد كده 68 لما خرجوا ضد الهزيمه، 72 لما خرجوا يطالبوا بالحرب، بعد كده في الثمانينات، وبعد كده في 92 لما خرجوا ضد ضرب العراق، وبشكل مستمر هم معيار الحقيقه. انا تقديري ان هم على الاقل معيار متجرد لابد من عمل حسابه حتى ولو راى فيه البعض شطط. فاللي بيعمل اللي بيقفل ابواب قدام دول عليه ان يدرك ان هو هيسقط لانه قفل ابواب قدام دول، لان دول المستقبل، دول اللي بيزيحوا هيزيحوا كده كده كده. انت منزاح لان دول اللي جايين معقفل على جاي. اول ما تقفل الباب قدامهم معناه انك بتقتل المجتمع، معناه انك بتقفل الباب قدام المجتمع، وهم ما همش قابلين للقتل لان هم الاخر، وسيظلوا هم الاخر.